This marble plaque summarizes what happened here in the year 61 after Hijra of the Islamic calendar. The Battle of Karbala did not end with the martyrdom of Imam al-Hussein and his beheading, but it revealed the Umayyad authority's decision to eliminate Islam from its roots, which is represented by the Prophet Muhammad. What happened after the Battle of Karbala was worse than what happened before it. Hence, after that great tragedy which took place in Muharram 10 at that time, the head of Imam al-Hussein was taken to Yazid bin Muawiyah in Sham. Women were taken as captives to Damascus as they passed through Lebanon on the way. بي أول من كتب عن مأساة الحسين في كربلاء هو مؤرخ أبو مخنف لوط بن يحيى توفي 157 هجرية. هذا الرجل شاهد وعاصر مجموعة كبيرة من الذين شهدوا معركة كربلاء، فكان يأخذ منهم مباشرة، وهو أصدق من كتب، وعنه نقل كل الذين كتبوا فيما بعد، ومنهم الطبري في تاريخه والمسعودي وابن الأثير في الكامل في التاريخ. يعني هو الرجل أول من أرخ لوقعة كربلاء. هو ذكر في كتابه مقتل الحسين عليه السلام أن الموكب، موكب السبي أو موكب الأسرى أو موكب الأحزان، مر في بعلبك وصلها يوم 29 محرم، بعد أن أتى عن طريق من الكوفة إلى الموصل إلى حلب حماة حمص جوسيا بعلبك. هذه النقاط المهمة الواضحة في الطريق. دخل بعلبك وكان الناس قد بلغوا من قبل قائد الموكب بأن تخرج المجموعات من بعلبك لاستقبال جيش يزيد المنتصر على الخوارج. فظن الناس فعلا أن هذا الموكب هو سبايا خوارج قتلوا أنهم خرجوا على خليفة المسلمين في رأيهم اللي هو يزيد، معنا يزيد هو الذي خرج على الإسلام. In reality, one may ask about the story of this place and the secret of the plague, which its words retails. A book written by Ibn Shahr Ashub, one of the great scholars in 16 after Hijra. The woman and the children of Imam al-Hussein with the head had rested at that place beside a spring of water through their pass to Sham under the name of Khariji captives. Nevertheless, while people of Baalbek city were preparing for the celebration and reception, cheerfully as the authority of Umayyad ordered them. الموكب عند وصوله إلى بعلبك نزل في هذا المكان الذي يسمى مسجد ومشهد رأس الإمام الحسين سلام الله عليه. لماذا؟ لأن قادة الموكب كانوا يحرصون على أن ينزل هؤلاء النساء والأطفال في مكان بعيد عن السكان. لماذا؟ حتى يتجنبوا معرفة من هم في حقيقة الأمر. يعني ربما إنسان يأتي فيسأل من أنتم فتنكشف الخديعة. الجانب الأموي كان يريد أن يتشفى بما ألحقه من أذية في عترة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم،
وهذا يقتضي أن يجمع الناس ويهيئ الظروف للقيام بهذه المهمة. فهنا كان أهل البيت وسيدة زينب والإمام زين العابدين يستغلوا الموقف ويبينوا للناس أنهم أهل بيت النبوة وأنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعلوم أن قرابة رسول الله كانت لها مكانتها عند المسلمين، خاصة بعد قراءتهم لقوله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد، قراءتهم لقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فهم يعرفون أن قرابة النبي يجب أن تحترم، لكن كانوا لا يدركون من هم قرابة النبي. فكانت زينب عندما تقول نحن قرابة النبي، إذن المجتمع المسلم يربط بين الشخصية وبين الشيء المستقر في نفوسهم، فينقلبوا في كثير من الأماكن، ينقلبوا على السلطات كما في كثير من الأمكنة. في حمص يذكر التاريخ أن أهل حمص غلقوا الأبواب ولم يستقبلوا السبايا. بعلبك استقبلوا السبايا كما يذكر التاريخ في أبادي الأمر، ولكن لما طلعوا على الحقيقة هاجموا الحامية وأرادوا أن ينتزعوا رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، بيتصرف التصرف الذي يدل عن إجلال واحترام مع هذا. They revolted against Yazid bin Muawiyah and tried to extract the head from his army. هذا المشهد هناك أمر آخر ينبغي إضافته. سؤال: من بنى هذا المشهد؟ من بنى هذا المشهد؟ نحن أثبتنا في تأسيسنا لتاريخ الشيعة في لبنان وسوريا أن الهجرة الهمدانية الكبرى هي أساس وجود التشيع في هذه المنطقة. ومن الثابت عندنا، وهذا أمر أيضا أثبتناه في دراساتنا، أن الجبال أو الهضاب التي شرق بعلبك اليوم كانت منازل الهمدانيين المهاجرين الهاربين من ملاحقتهم في منزلهم الأساسي يعني الكوفة. فلجأوا، مسألة معقدة الحقيقة هذه، يعني من جهة أنها معاوية قد شجعهم على الخروج من الكوفة لكي ينشرهم في مراقب في مناطق سلطته فيكونوا تحت عينه المراقبة، وهم من جهتهم أرادوا الخروج من الكوفة لأنهم يخشون من انتقام معاوية بعد شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه وبعد الصلح الذي جرى. الباب بعلبك كان لها عدد من الأبواب، الباب الذي يطل على منتزه رأس العين حيث يوجد مشهد الرأس اليوم كان يسمى باب همدان، كان يسمى باب همدان، يعني أنه الباب الذي
يطل على منطقة يسكنها الهمدانيون. وطبيعي أن الناس يخرجون للفرجة للتطلع لمعرفة من هؤلاء. ثم لما علم الناس كما ذكرنا علم الناس أن هؤلاء هم أهل بيت العصمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانقلبوا على الحامية، وهنا نشبت معركة بين الناس وبين الحامية، مما اضطر الحامية أن تجمع الرؤوس في خيمة في مكان ما وتدافع عنهم إلى أن هبط الظلام. فرجع الناس إلى بيوتهم على أمل يتابعون المعركة في الغد. ففي الليل هجرت الحامية مع القافلة وجاء الناس لم يجدوا إلا أثار الخيمة. فيقال أنهم في مكان تلك الخيمة بنوا مسجد كما يذكر الدكتور حسن نصر الله في كتابه عن تاريخ بعلبك، بنوا مسجد بحجارة معبد كان أقامه الرومان في منطقة رأس العين لإله الماء. ففي ذلك المكان حجارة كانت موجودة بنوا مسجد صغير، وهذا المسجد الصغير تحول فيما بعد إلى مسجد أكبر إلى أن جاء الظاهر ببارس سنة 676 من الهجرة في القرن السابع وأمر ببناء هذا الصرح، هذا المسجد المعروف الآن الذي بقيت آثاره إلى الآن. المكان الذي فيه المشهد هو على الطريق الذي يسلكه الهمدانيون وهم خارجون أو داخلون إلى بعلبك ومنها إلى حيث كانت مساكنهم في الهضاب شرقي بعلبك. لذلك فإننا نعتقد أن الهمدانيون هم أول من أسس أساس هذا المشهد. ومع الوقت طبعا يعني بني بناء ما إلى أن جاء الظاهر بيبرس فأراد أن يعمل على أن يفقد هذا البناء صفته بوصفه مشهد فجعله مسجدا كما فعل في حماة. People of Baalbek failed to extract the head from Yazid's army. Thus, they built a symbolic spot for the head, a mosque as an immolation to God. They aimed at immortalizing this event, which shaked hearts and affected us deeply. From old stones used by Romans to old and ruined temple. فأحبوا أن يأخذوا الرأس ليدفنوه حتى يفوزوا برضا الله. فوضعوه في مكان وضع الرأس وسط بركة رأس العين، بركة رأس العين اللي هي تسمى البياضة. هناك كان في معبد قديم يقوم وسط الماء، يحاط بالماء من جميع الجهات ويصل إليه عن طريق جسر حجري، جسر حجري قديم. وضعوا الرأس في مكان هذا المعبد القديم، وكان معبد إله الماء. حجارته موجودة لكنه كان مهدما، كان مهدما. هناك وضع رأس الإمام الحسين. عندما رحل في اليوم التالي أقاموا يوما واحدا ورحلوا من بعلبك صبيحة يوم 30 من محرم عام 61 هجرية. أتى الناس للتبرك بالمكان الذي وضع فيه رأس الإمام الحسين. فهذا المكان سمي المسجد المعلق، بني مسجدا سمي المسجد المعلق. As you enter the mosque of Ras al-Imam al-Hussein through a huge door with 6 meters height, you feel dread and reverence. The door is shaped by a chain like the horseshoe with shapeless stones. Quranic words are inscribed at the upper side in a decorative line. In the name of the merciful Allah, only believers in God and Judgment Day, those who pray, pay charity, and fear no one but God, do build the houses of Allah, so they might be the converts. At the left side of the entrance, you notice tangled words difficult to be read, written in the year 908 after Hijrah, stating the prohibition to affect mosques and its endowment due to the orders of Khansu ibn Ahmad. Oh.
that, many princes had alternative roles in expanding and renovating it. Moreover, this mosque is registered at the Department of Islamic Endowments of the Sunni Endowment under the name of the Mosque of the King Al-Zahar Bibers. Moreover, it's also registered at the Lebanese Directorate of Antiquities as an archaeological place. The authority of co-location who ruled from 676 to 658 after Hijrah. But it's known by the neighboring people as the Mosque of Ras al-Imam Hussein. What is the relation between the two? The marble plaque reveals that King Al-Zahar Bibers is the one who rebuilt the mosque and expanded it through a perfect engineering process, aiming to glorify people who passed by or people who reconstructed it, which contributed in obliterating the identity of the women captives. كان في بناء إله الماء، إله الماء كان موجود هناك، وكان المعبد تهدم بعهد الإسلام. لما هدم أو بعهد المسيحية حتى هدمت، لأنه في بعلبك المسيحية هدمت المعابد القديمة الوثنية، يعني بعضها حولتها لكنائس وبعضها تركتها مهدمة. فالحجارة موجودة، حجارة ضخمة، هي من حجارة المعابد القديمة، بنوا فيها المسجد القديم، المسجد المعلق، ثم شيد إلى جنبه مسجد أيضا من نفس الحجارة القديمة اللي كانت مبنية فيها الهيكل. هذه الحجارة شيد منها المسجد اللي هو مسجد رأس الإمام الحسين، واللي بعض بيحب يسميه مسجد الملك الظاهر ببارس، مع أنه الظاهر ببارس مش هو بنيه، بنيه بلبار كان وكيل، يعني كان مسؤول بعلبك وكيل المدينة. بلبار الدوا داري الظاهري، لأنه ينتسب إلى الظاهر ببارس، يعني كان هو موظف. فأراد أن يعمل على أن يفقد هذا البناء صفته وصفي مشهد، فجعله مسجدا كما فعل في حماة. حماة فعل نفس الخطة. ومن ذاك أصبح مسجدا مشهدا. إنه الظاهر ببرس هو ابتدأ ببناء المسجد، وإجا كمل ابنه، ليس على قاعدة تخليد ذكر أهل البيت عليهم السلام، وهذا ممكن، وهذا دليل يستدل فيه، وإنما على قاعدة تخليد ذكر المماليك وطمس هذا المشهد ومعلم من معالم أهل البيت. لأن هن لما عملوا استراحات صارت هالاستراحات عبارة عن مشاهد مشرفة اللي تبركت بوضع رأس الإمام الحسين ووجود سبايا أهل البيت عليهم السلام. حتى يطمسوا هذا المعلم بنوا مسجد، بنوا هذا المسجد المماليك والقائد العسكري المشهور المعروف، مش من باب تخليد ذكر أهل البيت، وإنما من باب طمس معالم أهل البيت وتخليد ذكر وذكر المماليك. لكن الله سبحانه وتعالى تجاوز ذكرهم وخلد ذكر أهل البيت. Besides the feeling of dread which shakes you as you enter the mosque of Ras al-Imam al-Hussein in Baalbek, a feeling of grief dominates the situation for not reconstructing the mosque, which is 1,570 meters squared. Including the praying place, which is 400 meters square, the mosque is 50 meters, with 38 meters width, divided into three corridors, a sanctuary for each. But the main mosque is at the front part in the middle, divided by a wall of six barrages, a sanctuary at the southern wall, which nature affected it by erosion, but is still standing. At the right side of the wall, you witness a stone stage base, which was found one day. إن
رأس الإمام، مسجد رأس الإمام الحسين هو مسجد طوله بحدود 40 متر، له بناء خاص، نمط خاص من البناء، فيه ثلاث مساجد، صفة عن اليمين وصفة عن الشمال، ودار ومسجد أمامي. المسجد الأمامي فيه ست قناطر وفيه حوالي 40 عمود، يعني حول على بعد 5 أمتار من الجدار الخارجي في صف أعمدة بشكل مستطيل، بياخد بيعمل ثلاث مساجد. المسجد الأمامي هو المسجد الكبير، له 5 بوابات تدخله الناس، وهو مكتوب على كل بوابة، على زاوية البوابة اسم علي بشكل هندسي، بشكل مثلثات هندسية، ما تزال بعض الأحجار المنقوش عليها هذا الاسم موجودة إلى اليوم. الآن في محرابين، المحراب الرئيسي في الجزء الأكبر من المسجد، وفي محراب حجر واحد محفور بشكل محراب على الجهة اليسرى في الصفة التي على الجهة اليسرى. إن المسجد مركب من جزء أساسي في جهة القبلة، ثم على اليمين وعلى اليسار هناك صفتان، فالصفة التي على اليسرى هناك محراب مصنوع من حجر واحد لازال موجودا إلى الآن، والمحراب الرئيسي موجود إلى الآن. The indigenous people of Baalbek believe that the head of Imam al-Hussein is set at that sanctuary, so they get blessed of that place. At the left side of the place and in the middle non-roofed space written, "There is no God but Allah and Muhammad is the Prophet of Allah." It's 24 meters long and 2 corridors at the both right and left sides. Held by stone columns, nothing remained but the base. فهذا المسجد ما زال قائما، لكن كانت المياه بتمر فيه، وكان في صفة على اليمين ومحراب صخر منقوش محفور بصخرة حجر طوله مترين، وكان في كتابات مهشمات بحط آيات قرآنية. ثم على اليمين في أيضا محراب كانوا صفة عرضها 5 أمتار بيصلوا عليها مجموعة من المصوفين، لأنه بعلبك كان فيها كثير من التكية والزوية ومن المتصوفة. بعلبك كانت ثالث مدينة في العالم الإسلامي بالقرن الثاني الهجري أو الثالث الهجري، مشهورة بمدرسة الأسطوان. كان فيها مدرسة تصوف بيحكي عنها السرخسي، بيقول في 3 مدن بالعالم الإسلامي كبرى وفيها مدارس تصوف. في بعلبك فيها مدرسة الأسطوان بالنسبة للأسطوان، يعني للأعمدة اللي كانت تقام منها تعمل منها، ومدرسة المظال في الإسكندرية، ومدرسة في الإنطاكي. The number of gates, which is 5, reveals that the mosque is used to be full of prayers and visitors. It carries a precious moral value. Though the stones are old and lack the trappings of the current mosques, but they represent the prayer of the earth to the sky. Imam al-Hussein wrote in his sacred blood the initial lines of emigration. The relatives of Muhammad, the head of al-Hussein, were paraded among the countries of Iraq, Lebanon, Damascus, and Egypt. Here, the precious value of martyrdom, the attitude of Zainab, and the spirits of the master of freemen are revealed. هلا من ناحية الروحانية في الحقيقة، يعني الوارد أن جعل السقوف للمساجد مكروه، لأنه هناك بعض الروايات أن الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم عندما
عندما يظهر يقتلع أسقفة المساجد كلها. وفي عنا أيضا روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم راجعوه كثيرا، راجعه الصحابة كثيرا من أجل أن يسقف مسجد النبي، فلم يرضى معهم إلا بعد اللتية والتي، فصنع له سقفا من جريد النخل. فمسألة السقف مش أساس في المسجد، المسجد يستحب أن يكون المسجد مفتوح حتى الدعاء والعبادة والصلاة تصل إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. Imam al-Hussein wrote in his sacred blood the initial lines of emigration. The relatives of Muhammad, the head of al-Hussein, were paraded among the countries of Iraq, Lebanon, Damascus, and Egypt. Here, the precious value of martyrdom, the attitude of Zainab, and the spirits of the master of freemen are revealed.